نشرة الظهر. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. 34.5% نسبة امتلاء السدود في تونس هذه السنة، و 30% هي نسبة ضياع الماء في شبكة التوزيع. حوالي 44 مليارا قيمة خطايا الرادار خلال السنة المنقضية، وفي النشرة قراءة اقتصادية ومرورية في هذا الرقم. 22 مايو الجاري انطلاق أول رحلة للحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد استعدادها التام لإنجاح موسم الحج. وفي الشرق الأوسط، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع توغله البري في رفح، وقطر تؤكد جمود محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. في تفاصيل النشرة، أكد عميد المحامين حاتم المزيو في ندوة صحفية انتظمت منذ قليل على خلفية ما اعتبره الاقتحامات المتكررة لدار المحامي، أكد أن المحامين ليسوا ضد القانون ولا الدولة، وأنهم ليسوا دعاة عصيان داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها. كما أكد عميد المحامين تنفيذ المحامين إضرابا عن العمل بعد غد الخميس بكافة محاكم الجمهورية. ويشار إلى أن التحركات الاحتجاجية للمحامين ستتواصل بقية أيام الأسبوع استجابة لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجا على مداهمة فرقة أمنية لدار المحامي بالعاصمة مساء السبت الماضي لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية سونيا الدهماني. في سياق آخر، أجلت محكمة التعقيب اليوم النظر فيما يعرف بقضية أنستالينغو إلى جلسة 28 مايو الجاري، ويشمل ملف القضية سياسيين وأمنيين ورجال أعمال وصحفية. تنطلق في 22 مايو الجاري أول رحلة للحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة، وفق ما أكده وزير شؤون الدينية إبراهيم الشايبي خلال إشرافه على اليوم الجهوي الأول للحجيج بولاية تطاوين، مبرزا استعداد الوزارة التام وعلى جميع المستويات لتأمين نجاح موسم الحج. البعثة جاهزة بحمد الله تعالى، الفريق الطبي جاهز، تم شحن الأدوية اللازمة والضرورية، كذلك بعثة الإرشاد الديني سوف ترافق الحجيج في كل طائرة، بعثة الخدمات والإقامات، الخطوط التونسية والخطوط السعودية جاهزة وجدول الرحلات منظم. أول رحلة سوف تكون يوم 22 مايو، والإحاطة بالحجيج الميمين بدأت وانطلقت قبل موسم الحج من حيث الإحاطة الدينية والإرشاد، كذلك الإحاطة الطبية وإجراء التلقيح اللازمة وما يحتاجه الحجيج، وكذلك إحاطتهم بالبقاع المقدسة والمشاعر والإقامة والإعاشة والتنقل هناك. أكد الخبير في مجال المياه عبد الله الرابحي أن نسبة امتلاء السدود في تونس بلغت 34.5%، وأن الوضعية المائية في تونس هذه السنة أفضل من العام الماضي على مستوى إيرادات السدود والإيرادات السطحية بصفة عامة، والتي قدرت ب 622 مليون متر مكعب منذ شهر سبتمبر المنقضي وإلى حدود هذا اليوم. اليوم عندنا في السدود حوالي 800 مليون متر مكعب، معناها اليوم نسبة الامتلاء هي 34.5. الإيرادات اللي جات للسدود هي 622 مليون متر مكعب من أول السنة، أي من هذا السنة الهيدرولوجية، أي من أول سبتمبر إلى غاية اليوم. الكمية هذه تقريبا المعدل نتاع الفترة العادي هو 1.665 مليار، تقريبا أيضا الثلث من الإيرادات جاتنا سنة. هي خير من عام الأول على مستوى إيرادات السدود والإيرادات بصفة عامة سطحية، خير برشا. أنا أقول ليست الوضعية صعبة جدا لكن تتطلب الحذر.
كما أكد عبد الله الرابحي خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية اليوم، أكد أن نسبة ضياع الماء في شبكات التوزيع تقدر بحوالي 30% حسب بعض الدراسات، داعيا إلى عدم استنزاف المائدة المائية الجوفية والترشيد استهلاك الماء في القطاع الفلاحي ولدى المواطن مع صيانة شبكات التوزيع من أجل الاقتصاد في الموارد المائية. الماء اللي ضايع في الريزو واللي عندنا تقريبا 30% نسبة ضياع، تقريبا نسبة نجاعة الشبكات 70%، لكن اليوم يلزمنا نوصل إلى نسبة نجاعة أكثر من 80 و90%. ما نحلوش الفانات كيما نحب، لابد باش نمشوا بالقسطاس. إذا كان نحبوا نحلوا ونقولوا عندنا ماء تو نوفوهم في شهرين، لكن إذا كان نتحكموا فيهم وشوية بالقطع كيما عملنا أول، نسيبوا في الوقت معين، نقصوا في البوانت، نصلحوا التكسيرات، ما نتوسعوش في الزراعات ربما ما فيهاش حتى فايده، نقولوا فايده نقصر الوقت الحالي. ايضا نقتصر على الزراعات الاستراتيجيه ولا الاشجار المثمره، اذا كان لا قدر الله ما عطيناهاش ماء الشجره تموت، لكن باش نزرع دلاع، باش نزرع زراعات نجم نزرعها في اماكن اخرى. هذا هو تقريبا الحزمه اللي يجب العمل عليها. لابد ان نرسي فلاحه جديده، اليوم نستغل في اكثر من ما موجود على مستوى الموائد العميقه، كل هذا يقتضي منا باش نبدلوا فلاحتنا اللي تستهلك 80%، راهو نجموا نعملوها ترجع 70%، لكن بإصلاحات كبرى وباتجاهات كبرى وخارطة فلاحية جديدة. في الشأن البرلماني، أفاد النائب بالبرلمان نزار الصديق صاحب مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد، أفاد بانطلاق العمل على هذه المبادرة مؤكدا أهميتها في ظل جملة الصعوبات التي تعيشها العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأوضح في تصريح لزميلة خولة سليتي أن هذه المبادرة تعني المتضررين قبل تاريخ الأول من جانفي 24 و2000، مشيرا إلى وجود تضارب على مستوى الأرقام المتعلقة بقضايا الشيكات دون رصيد. المبادرة هذه اللي احنا نستنوا فيها طولت برشا وخذات كثير من الوقت، هذاك علاش ما نجموش نبقوا نتفرجوا على اقتصادنا الوطني وعلى مؤسساتنا الصغرى والمتوسطة. تعاني العديد من المؤسسات هذه تشهد صعوبات كبيرة. المستفيد من المبادرة نتاع العفو العام هو كل من أصدر شيكا بدون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374، والمبادرة هذه محدودة في الزمن اللي يعنيوا بها هم العباد اللي قبل 1 جانفي 2024. تضمن المبادرة هذه حق المستفيد، تحكي على الأطراف المعنية بتنفيذ العفو هذا. بالنسبة للأرقام، الأرقام متضاربة، القضاة يقول لك عندنا 7200 سجين وعندنا حوالي 10800 ناري شرشي وعندنا أكثر من 500,000 معناها يعانوا في المشكلة نتاع الشيكات هذه، عدد قضايا. بالنسبة لوزارة العدل تحكي على 227 سجين فقط، أرقام متضاربة ولكن المشكل موجود، المشكل عميق وعميق جدا. كما شدد النائب بالبرلمان على ضرورة الإسراع في حل مشكل الشيكات دون رصيد عبر مبادرة العفو العام، ثم المرور مباشرة إلى إصلاح المجلة التجارية لتفادي تكرر الإشكال. أهم مشكل عندنا هو رانا في صراع مع الزمن، هذاك علاش راهو بالضروري الإسراع بحل الإشكال هذا، أول حاجة عبر المبادرة هذه، وثاني حاجة بالمشروع القانوني اللي باش يجينا من وزارة العدل، ضروري أنه يصير عفو عام، من بعد نصلحوا المجلة التجارية نتاعنا. علاش خاطر وقت اللي نعملوا عفو عام فقط، المشكلة هذه تتكرر باعتبار أن صار العفو العام في تونس مرتين قبل المرة هذه، ولكن ما تتصلحش الأمور، ضروري أنك تصلح المنظومة نتاع الشيكات ككل، هذاك علاش يلزمنا العفو عام، وفي نفس الوقت يلزم نقفل المجلة التجارية. بلغت قيمة مداخيل خطايا الرادار خلال السنة الماضية حوالي 44 مليار وفق وزارة المالية. قراءة في هذا الرقم من حيث المخالفات المرورية ونسبة الحوادث في تونس وكلفتها اقتصاديا واجتماعيا في متابعة لأحلام القاسمي. كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية مؤخرا في إطار الرد على مطلب نفاذ للمعلومة تقدم به مواطن أن مداخيل خطايا رادار بلغت خلال السنة المنقضية قرابة 44 مليار، مسجلة ارتفاعا بثلاثة أضعاف في ظرف 3 سنوات. أستاذ الاقتصاد معز السوسي صاحب دراسة حول تكلفة حوادث المرور اقتصاديا واجتماعيا أوضح أن قيمة الخطايا تعكس نسبيا بعض النجاعة في علاقة بارتفاع
المخالفات المرورية. صحيح أن خطايا الرادار قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، حيث بلغت في 2023 43.8 مليون دينار، وكانت وصلت إلى 47 مليون دينار سنة 22. إذا قارنا ما بين 2020 و2022 يكون الارتفاع ب 17 مرة. النجم نقولوا اللي هذا يعكس شيء من النجاعة أو شيء من الانسجام بالنسبة إلى ما نلاحظه في الطريق من عدم انضباط على مستوى السياق. كي نرجع لعدد القتلى خلال 10 سنوات 2011-2021 حسب المرصد الوطني للسلامة المرورية بلغ 14697، يعني يسجل أكثر من 4 قتلى كل يوم، وهذا رقم مرتفع ولكن دون تهويل، لأن تونس هي في وسط الترتيب العالمي من حيث عدد القتلى لحوادث المرور. أنا قمت بدراسة تقييمية باش نشوفوا تكلفة حوادث المرور باعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وانتهت الدراسة هذه لأن تونس تخسر كل سنة ما بين 4-5% من الناتج الداخلي الخام، وهذا مكلف جدا. واليوم 3 مستويات يجب نخدم عليهم: تطبيق الحازم للقانون، مراجعة خطايا الردع اللي هي الحقيقة ما هيش قاعدة تقوم بدورها كما يجب، وتثقيف والتوعية المرورية. وشدد المتحدث باسم المرصد الوطني لسلامة المرور مراد جويني على ضرورة تجنب السرعة للتقليص في نسبة ارتفاع حوادث المرور. الرقم اللي مددنا به وزارة المالية في خصوص عائدات خطايا مخالفة الأفراد في السرعة، ما في شك هو انعكاسه باش يكون انعكاس إيجابي على عدم الوقوع في الحوادث من ناحية، وكذلك التخفيض من عدد الضحايا من ناحية ثانية. نعرف الكلفة الاقتصادية وكذلك الاجتماعية اللي خلفوها مثل هذه الحوادث، فبالتالي يجب نرجع الدعوة إلى مستعملي الطريق حول التخفيض من السرعة حتى ما نقعوش في حوادث الطرقات. وبقطع النظر عن الخطية كقيمة مالية أو عقوبة، يبقى الأهم أنها تنبيه وحافز لتجنب المخالفة المرورية الأكثر تسببا في ارتفاع عدد الحوادث في تونس وهي السرعة. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا من مجموع 2000 جامعة مصنفة ضمن قائمة مركز تصنيف الجامعات العالمية لسنة 24 و2000. رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة: احتل جامعة تونس منار مركز الصدارة وطنيا ومراتب مشرفة عربيا ومغربيا ودوليا في التصنيفات الدولية للجامعات، منها التايمس للتعليم العالي تايمس اير اديوكيشن لسنة 2024. ثم تم ادراج 1900 جامعة يتم توزيعها ما بين 108 دولة ومنطقة. احتلت جامعة تونس المنار المراتب الأولى، وكذلك جامعات أخرى تونسية دخلت في التصنيف هذا. كما حافظت جامعة تونس المنار على المرتبة الأولى وطنيا مع المرتبة الأولى مغاربيا. احتلت المرتبة 22 عالميا في جودة التعليم، يعني لا كاليتي دو ليديكاسيون. كما حافظت جامعة صفاقس على المرتبة الثانية على صعيد الوطني التي احتلتها عام 22 و2023 و2000، وذلك من مجموع 5 جامعات تونسية مصنفة ضمن قائمة مركز تصنيف الجامعات العالمية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn. آخر تطورات الشأن الفلسطيني، وفي اليوم 21 بعد 200 من العدوان على غزة، وسعت آلية الاحتلال توغلها في مدينة رفح هذا اليوم، والتي شهدت نزوح حوالي 450 ألف فلسطيني قسرا منذ 6 مايو الجاري وفق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وفي إطار ردها على العدوان الصهيوني، أعلنت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في القطاع، وأكدت قصف قوة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون واستهداف عدد من آلية الاحتلال في رفح وجباليا وإيقاع عناصرها بين قتيل وجريح. في المقابل، أقر جيش الاحتلال بإصابة 22 من جنوده في معارك قطاع غزة في الساعات 24 الماضية. وفي القدس المحتلة، منعت قوات الاحتلال ظهر اليوم المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك، كما شددت إجراءاتها في محيط أبواب البلدة القديمة، وأعلنت أنها ستغلق اليوم عددا من شوارع مدينة القدس أمام المارة والسيارات لتسهيل اقتحام المتطرفين للبلدة القديمة والوصول إلى حائط البراق.
على صعيد سياسي، حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن الإصرار على اجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين منها سيكون خطأ كبيرا ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه لأنها الوحيدة القادرة على وقفه. من جهته كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني عن أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمر بحالة جمود. وحذر خلال حديثه في منتدى الدوحة الاقتصادي الذي انطلق صباح اليوم من مخاطر امتداد رقعة الصراع في المنطقة، وقال أن العملية العسكرية الصهيونية في مدينة رفح أخرت مفاوضات الهدنة مع حركة حماس. نقطة والنهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. 34.5% نسبة امتلاء السدود في تونس هذه السنة، و30% هي نسبة ضياع الماء في شبكة التوزيع. حوالي 44 مليار قيمة خطايا الرادار خلال السنة الماضية، وفي النشرة قراءة اقتصادية ومرورية في هذا الرقم. 22 من مايو الجاري انطلاق أول رحلة للحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد استعدادها التام لإنجاح موسم الحج. وفي الملف الفلسطيني، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع توغله البري في رفح، وقطر تؤكد جمود محادثات وقف إطلاق النار في غزة. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.